وفد بيتكلموا على حسام عاشور ان هو بيدرس الاعتزال بعد جلسه الخطيب، وده حقيقي، لكن القرار النهائي لسه ما اتخذش من عاشور. الاهلي يرفض التفريط في ديانج، ده امر طبعا يعني مستبعد جدا. ديانج من العناصر الاساسيه بالنسبه للنادي الاهلي وموجود ومكمل، طبعا لعيب كويس ممكن يجي له عروض في اي وقت، لكن في نفس الوقت الاهلي بيفكر في ايه يا جماعه؟ الاهلي بيفكر في الاستقرار الفني، استقرار فني من ناحيه تجديد تعاقد مدير فني ماشي بشكل كويس اللي هو مستر ريني فايلر، في محاولات في الاتجاه ده ان شاء الله قريب نسمع اخبار سعيده، واستقرار فني فيما يتعلق بالعناصر اللي موجوده عندك. اه هتدعم طبعا، هتدعم، بس هتدعم في اضيق الحدود اللي انت هتبقى محتاج فيها لعيبه تضيف لك، لعيبه تكون مثلا تديك جوانب فنيه مختلفه تكتيكيه معينه، ده اللي هيفكر فيه الجهاز الفني، لكن مش هتدعم طبعا بالكم الكبير اللي ممكن بتشوف بعض الانديه بتدعم بيه او حاجه، لان انت اصلا محترم عندك فرقه مميزه، فبالتالي في اضيق الحدود هتدعم يعني. فموضوع ديانج لا طبعا مش هتمشي ديانج، هتجيب يعني عندك لعيبه كويسه في المكان ده، لكن ديانج طبعا عنصر اساسي ومهم وفي حاله سعاده بمستواه المميز جدا. كمان بيحذر اللاعبين من السماسره، موضوع السماسره ده مش هنقدر نتخلص منه، الكل بيحاول يجيب عروض للعيبه وشغلهم يعني. عودة حمدي فتحي محمد محمود في مايو، ده فعلا اقترب جدا الثنائي من العودة، لأن اتنين إضافة كبيرة طبعا لما يرجعوا. حمدي فتحي كان عنده إصابة في قطر الغضروف في الركبة، ومحمد محمود قطع في الرباط الصليبي، حالتهم ماشية بشكل جيد، التطور يعني العلاجي الخاص بيهم، وإن شاء الله على منتصف مايو بإذن الله يكونوا موجودين في التدريبات الجماعية مع الفريق. ورحلة ألمانيا تحدد مصر. بالمناسبة هم هنا كاتبين حاجة غريبة جدا يعني، كاتبين ان سعد سمير عنده قطع في الرباط الصليبي الخلفي فهو اجرى الجراحه فيه وكلام. لا طبعا يا جماعه هم هنا عندهم غلطه يعني، سعد سمير عنده قطع في وتر اكيليس وعمل الجراحه خلاص في المانيا، والراجل ماشي في برنامجه العلاجي، والفتره اللي جايه هو هيسافر المانيا لما يعني الدنيا تبقى مستقره شويه بسبب موضوع كورونا ده، ويتم الاطمئنان على حالته، وهيبقى ليه برنامج اخير من خلاله يرجع للتدريبات الجماعيه مع الفريق باذن الله. العوده بالنسبه لسعد قربت مش بعيده يعني، اعتقد شهرين او شهرين ونص بالكثير يعني. ده فيما يتعلق بالوفد. الدستور كمان بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم على ان تمديد اعاره محرو عمر رضوان للجونه، ده استنتاج يعني استنتاج، لان هم كمان ما بيشاركوش بشكل اساسي مع الجونه، فممكن يكون في اتجاه لكده. الاهلي يقترب من ضم حسام حسن، ده مش حقيقي، ما فيش كلام ده خالص يا جماعه، لا الاهلي اقترب من ضم حسام حسن ولا حاجه. ممكن يكون في اعجاب باللاعب، لكن ما فيش قرارات بخصوص التفاوض مع سموحه عشان الاهلي ينتدب حسام حسن. وتحذير لقفشه من حضور الافراح. هي فين الافراح استاذ ذكر؟ فين هي الافراح دي؟ ما احنا في حظر تجول وكلام من ده، اكيد ما فيش افراح ولا حاجه خالص دلوقتي، واكيد ملتزم محمد مجدي قفشه. طيب الاهلي في الصحف، خلينا نروح لاخبار الاهلي في المواقع.